المنجيز الجورامات الأركينويد متر بايومتر اللي في نامي شنو عنده يصير هنا عندنا أركينويد متر والسي اس اف هذا في الديفينيشن للمنينجايتس. طبعا بكتيريال المنينجايتس هي تعتبر ميديكال امرجنسي مثل ما عندنا سيرجيكال امرجنسي اكو عندنا ميديكال امرجنسي بالبيدياتريك. واحدة من اهم الميديكال امرجنسي هي البكتيريال المنينجايتس. يعني انت ريزيدنت او جونيور جونيور سينيور اذا مدخل المنينجايتس ببالك وعبرت عليك المنينجايتس هذا فد فيتر مستيك في المنينجايتس فد توبكس فيري فيري امبورتنت سواء كان بالبراكتس او بالنظري. تمام نجي الايتيولوجي اوف بكتيريال مننجاتس. طبعا هي المننجاتس مو بس بكتيريا ممكن يكون بكتيريال فنجل باراسايت هيماتولوجيكال كونكتيف تيشو ديزيز. بس احنا هنا راح ناخذ بهذا البارت بس الانفكشيوس كوز مات المننجاتس واونلي البكتيريا لانه هو فيري امبورتنت سبجكت. الايتيولوجي اوف بكتيريال مننجاتس انقسمها اكوردنج تو ذا ايج جروب النيتال بيريود من 1 day إلى 20 days وإن children after 2 months ل 12 year of age. شنو الفائدة من هذا الكلاسيفيكيشن؟ كلاسيفيكيشن إنه المايكرو أورجانيزم تفرق. راح أعطيكم يا دكتور كرار بالنيوتولوجي الموست كومن كوز اوف مايكرو أورجانيزم بالنيوتال بريود اللي هي first 20 days بروبيسي تريبتوكوكوس جرام نيجاتيف باسيلاي اي كولاي والاستيريا مونوسيتوجينوس. While in children more than 2 months نيسيريا مننجاتيس A, B, C, Y ستريبتوكوكوس نيمونيا and H-influenza type B. ليش اتش دي سوي كلاسيفيكيشن؟ لانه التريتمنت تفرق الكومبليكيشن تفرق البروجنوسيس اوف مننجاتيس according to this microorganism also different. فهذا الفائدة من الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن جدا مهم تعرفوه. المايكرو أورجانيزم جدا مهم تعرفوه. من انت بالطوارئ ويجيك بيشنت فيبر زين with sign of CNS infection. ليش sign of CNS؟ يقدر واحد يجاوبني؟ سمعوني طلاب؟ يا دكتور نسمع. هذا نيك ستيفنس هذا كلينيكال اكزامينيشن. انا اقول لك سيمتوم اوف سي ان اس. دكتور اذا سيمتوم هو تشايلد شلون راح يعطينا سيمتوم؟ اي مو هو يعني ان بين البين يعني مثلا البين شنو بين ديسر عنده بين والبين شلون ديسر ولا للبين شلون التشايلد يعطينا الاكسبريشن مالت البين كراينج عافية عبارة عن كراينج اريتابولتي سليبنج ديستربنس زين دول اكثر من 3 years هيدك فوميتنج زين. The clinical feature of meningitis two bottom. 95% هم يجون develop progressively over one or several days and may be preceded by febrile illness. يعني 95% ما يجون sudden attack. عنده history مالت مثلا upper respiratory tract infection, frequent bowel motion. After 5 to 6 days, then develop fever, مثلا headache, develop fit. بينما 5% هم يجون acute and fulminant presentation with manifestation of sepsis and meningitis and develop rapidly over several hours. يعني the course very rapidly. وهذا واحد من bad prognosis بالmeningitis. يعني 95% هم slow
5% الثاني هما rapid onset. هذا الدياجرام يوضح لنا السيمتوم في المينينجاتس. مثل ما قلت لك واحد من زملائكم قال انه هو ذا تشايلد، شلون راح يعبر عنه السيمتوم الموجوده عنده؟ ذا سيمتوم دول الاقل من 3 years او بالنيتال بيريود بال 1 year يسموها نون سبيسيفيك ساين اوف مينينجاتس. مثل ايش؟ هذا الدياجرام فيفر which can be accompanied by the hand and feet feeling cold, refuse feeding or vomiting, then high pitch crying, الطفل يبكي يصرخ كلش حيل, then dislike of being handled beautiful, يعني واحد من يتخلي تلزمه او الطخه راح يتألم جدا، يتألم يصير عنده فد pain irritability. البوزيشن مات السليبين يسموها neck retraction with arching of bark. زين أو ممكن إنه child difficult to walk and lethargic. general look مات يكون pale. هذا ني بالبيبي يسموه نون سبيسيفيك ساين، بينما دول الاكثر لا ممكن يجيك بومتينج، هاي تمبريتشر، سيفير هيدك، نيك بين، ديسلايك اوف برايت لايت، دراوزنس ليثارجي، جوينت بين او فيت اور سيجر. هاي دائما in unit often present atypically. High symptom نجي للساين أو الإكزامينيشن. بالفيزيكال إكزامينيشن إيش راح نشوف عنده؟ neck stiffness. الساين الثاني أوبلوسينسكي ساين. بنسوي neck stiffness ايش راح يصير؟ راح يصير تايب فليكشن اند بين بالباك. الانذر ساين هي ريزيستنس تو باسيف اكستنشن اوف ني، ايش يسموه كيرنيك ساين. انذر ساين لاني اكثر ساين نشوف بالمنجاتس دول الاكثر من 3 years النيك ستيفنس، الليبيدوسينسكي ساين والكيرنيك ساين. اكو انذر ساين مثل سيل اوف انكريز ان تراكمينر بريشر اي سي بي، اللي هي شنيه؟ مثلا هيدك. هم ليش يصير عندهم هيدك؟ ليش يصير عندهم بوموتين؟ ليش يصير عنده ارتابولتي؟ هي هاي كلها ساين اوف انكريز اي سي بي. باب اللي اجينا كرينال نيرف بالسي، ممكن سيجر، disturbed level of consciousness وهكذا. هاي سيل اوف كيرنيك ساين. هسه عرفنا الاتيولوجي، عرفنا السين والسيمتوم اوف مينينجايتس. ناو هاو تو دايجنوز ا كيس اوف مينينجايتس. دايجنوز اوف كيس اوف مينينجايتس ساين سيمتوم اند لمبر فراكتشر. The diagnosis of acute biogenic meningitis is confirmed by analysis of CSF by lumbar puncture. هذا lumbar puncture إن شاء الله من الدوام صف سادس راح نعلمكم شلون تسووه، بالإضافة إلى blood culture. هي positive in about 90%. الموضوع المهم لازم تفهموه وتعرفوه كل زين هو CSF analysis. من واحد راح نسوي له ألبي، شلون راح how to interpretation of this ألبي. أول مرة راح نعرف النورمال فاليو من this CSF من this analysis، إيش نقرأ بال CSF، البريشر، الليكوسايت، البروتين، الجلوكوز، وهاي موجودة عندكم النورمال فاليو.
راح نجي اكو سسبشن مات بكتيريال مننجايتس عادة البريشر انكريز اليوكوسايت دائما نلقيها also increase من 100 الى 10,000 or more ويوجوالي بريدومينت بوليمورفوس نيوكلاس او يسموها نيتروفي الاسم الثاني لها للبوليمورفوس البروتين يوجوالي انكريز من 100 الى 500 ملغرام برديسيليتر الجلوكوز ديكريز هو النورمال فاليو مالت السي اس اف ايش قد مالت الجلوكوز اوف سي اس اف هو 2/3 اوف سيرم يوجوالي اقل من دان 40 اور 50 ضابطا الى الكلتشر اوف سي اس اف ايش الشوجر ديكريز بالبكتيريال مننجايتس بالـ CSF أكو واحد يجاوبنا تغذية البكتيريا أصلاً على الشجر هاي واحد زين يعني كل البكتيريا مننجايتس إنه الشجر بيها ديكريز بينما الفيرال لا يوجوالي الشجر نوت افكتد اكسبت وان فيرال أقعدكم يصير بديكريمنت بالشكر أو سي اس اف تعرفوا يا فيرال تعرفوا يا فيرال سمعوني لا بسمعوني اي دكتور نسمع يا فايرال I don't have any idea لن يجنكم بالامسكيوات المهم وحيد من الفيرال انه يصير بي ديكريمنت بالشكر زين اكو قبل ما نريد نسوي اللمبر فيكتور اكو يسموه relative contraindication to do اللمبر فيكتور يعني ما نقدر نسوي any patient lumbar rupture شنو هاي contraindication اول واحدة evidence of space occupying lesion such as a tumor or a brain abscess sign of increase in intracranial pressure اللي هي شنو حجيناها من ساعة elevated blood pressure slow heart rate irregular breathing focal neurological sign probably edema infection of skin overlying the site of album لو عندنا uncontrolled bleeding disorder مثل thrombocytopenia يعني قبل ما نسوي ALP lumbar vector analysis of CSF إذا عندنا ذني contraindication ما نقدر نسوي ALP ليش؟ لأنه راح يسوون إذا ذني موجودات عندنا مثل إنسان of increased intracranial pressure وسوينا قلبي راح يصير هرنيشن اوف البرين فلازم نتاكد انه قبل القلبي ماكو اني كونترا انديكيت اللي هي لان موجوده امامكم بالسلايد هذا مرات نعتمد كلينيكال بس مرات من يعني 100% نعتمد على الكلينيكال لازم ندز نيورو ايميجينج اللي هي برين سي تي سكان فهذا هنا سلايد شو indication for imaging before ALB in children with suspect bacterial meningitis in blood هي نفس الفكرة مثلا كوما the presence of CSF shunt باب اللي إديمة focal neurological deficit focal neurological deficit يعني نقصد من ثلاثة focal fit cranial nerve palsy by indication of neuroimaging يعني قبل ما نسوي قلبي إذا البيشنت عنده واحدة من ذن البوينت لازم ندز سيتي قبل ما نسوي قلبي أو نعتمد على كلينيكال بيكتشر اللي شفناها بذاك السلايد
هسه اخذنا بالمنينجاتس السيرفس سيمتوم او تو دايجنوز. يجي الموضوع المهم تريتمنت. بالمنينجاتس مثل ما قلنا ميديكال امرجنسي لازم initiation of antibiotic as early as possible. ليش؟ لأن إحنا دار ديز كالتشر CSF كالتشر وبلد كالتشر راح يسوي ويتنج يعني at least for 4 to 5 days. خب إحنا ما راح ننتظر البيشنت with meningitis ننتظر 4 to 5 days بين ما تطلع الريزلت مالت البلد كالتشر، فراح نبدي empirical treatment. نسري نعرف مثل ما قلنا هي المايكرو أورجانيز الموست كومن مايكرو أورجانيزم بالمينجاتيس ستريبتوكوكوس نيمونيا اتش انفلونزا السيريا مينجاتيس. موست كومن كوز اوف مايكرو أورجانيزم بالمينجاتيس خذوها دائما هي ستريبتوكوكوس نيمونيا وراها اتش انفلونزا وراها السيريا مينجاتيس. ستريبتوكوكوس نيمونيا يا هو دراج اوف تشويس الها المفروض البنسلين تمام، والاتش انفلونزا المفروض ثيروجينوشن سيفالوسبورم، لكن انه 25 إلى 50% من ستريبتوكوكوس نيمونيا هي ريزيستنس تو بنسلين، و 25% of ستريبتوكوكوس نيمونيا هي ريزيستنس تو ثيروجينوشن سيفالوسبورم. 30 to 40% of H influenza resistance to ampicillin. هذا عندنا streptococcus pneumonia resistance which influenza resistance. فراح نبدي vancomycin على مود resistant مع streptococcus. vancomycin 60 milligram per kg per 24 hour given every 6 hour حتى على مود انه resistance of streptococcus pneumonia to beta lactam drugs. If the patient allergic to beta lactam antibiotic and more than one autophage can be treated with another drug. ساعفوها بس انت اذا اقول لك empirical therapy vancomycin plus third generation cephalosporin and the combination of a drug. ليش not the combination of a drug مثل ما حكينا قبل السلايد قبله على مود الريزيستنس مالت الميموكوكس، لان هي ريزيستنس للريزيستنس للبنسلين وللثيرد جنريشن سيفالوسبورين راح نعطي الفانكومايسين بلس ثيرد جنريشن سيفالوسبورين على مود النسين المنينجاتس والاتش انفلونزا. وهاي الدوز انا موضحها عندكم بالنسبة للسيفاتاكسين 200 ملغرام بير كيجي every 4 hour given every 6 hour or ceftriaxone 100 ملغرام بير كيجي بير 24 hour. هاي الدوزات مطلوبة من عندكم ايه؟ لان ما تتو انتي بايتك الدوزات مطلوبة. If the microorganism the Listeria monocytogenes هذا وين نلقاه؟ نلقاه هذول الاقل من 2 month العفو اقل من 1 month بالنيتال بيريود راح نعطيكم اياها بالنيتولوجي. الليستيريا مونوسيتوجينس لا لازم امبسيلين على 200 ملغرام بير كي جي لانه السيفالوسبورين ار ان اكتف اجينست الليستيريا مونوسيتوجينس. But if the patient is immune compromised and gram negative bacterial meningitis is suspected يعني مثلا واحد عنده ياخذ كيموثيرابي او immune deficiency هذا الموست كومن مايكرو اورجانيزم هي جرام نيجاتيف فلازم ثيرابي انكلوسيف تاسيتين اند امانوغليكوسايد. الامانوغليكوسايد اكزامبل عليه مثلا الجرامايسين جنتامايسين ابيكاسين
by special condition. بس بصورة عامة هي الامبريكال ثيرامي الثيرابي اللي بدي فانكوماسين الانتي بايوتيك فانكوماسين ثيرد جنريشن سيفالوسبورين. هذا اول بارت من التريتمنت مالت المننجاتيس. التريتمنت مالت المننجاتيس 3 بارت انتي بايوتيك ستيرويد سبورتيف. خلصنا الانتي بايوتيك وعرفنا شنو الانتي بايوتيك وشنو نقطة الانتي بايوتيك. راح نعطي استيرويد. ايش نعطي بالاستيرويد؟ ديكساميثازون. ليش نعطي ديكساميثازون؟ على مود يقلل لنا في السايد افكت كلش مهم بالمنينجاتس هو الهيرنج لوس، ويقلل لنا الانفلاماتوري تشينج الصاحب المنينجاتس. طبعا اكو رول بالديكساميثازون يسموها إفلاب، اختصروها تحت مصطلح إفلاب. الإفلاب شنو؟ أول F يقلل لنا الفيفر، الأل والأي والبي إفلاب. تسمعوني إفلاب؟ ألو سمعوني؟ أي دكتور نسمع. The role of dexamethasone. Meta-analysis include that the dexamethasone therapy provide no survival advantage in children, but reduce the incidence of deafness and severe neurological complication in selected children. فهذا the role of dexamethasone. شو وقت نقطة ديكساميثازون المفروض بريفيربل بيفور انيشيشن اوف انتي بايوتيك. يجد الدوز 115 من الاورام بير كي جي بير دوز افري 6 اور فور 2 تو 4 دايز. والايج لازم اكثر من 6 ويك اوف ايج، يعني دول الاقل من 1 مانث من ديكساميثازون. Duration of a treatment. For how long راح نعطي treatment؟ احنا قلنا انه راح نعطي empirical treatment for 3-4-5 days على ما تطلع عندنا الكلتشر مات السي اس اف. طلعت الكلتشر مات السي اس اف المايكرو اورجانزم، بعدين تشينج انتيبايوتيك اكوردنج تو ذا كلتشر. فاذا طلعت لنا ستريبتوكوكوس نيمونيا الانتيبايوتيك لازم نبقى continuous 10 to 14 days. إذا نسير منينجاتيس 5 to 7 days. إذا اتش انفلونزي 7 to 10 days. إذا جرام نيجاتيف 3 weeks يعني 21 يوم. السبب التريتمنت مالت المينجاتس انتي بايوتيك ديكساميثازون بس نجي السبورتيف كير اللي هي جدا مهمه. السبورتيف كير هي عباره عن الاي بي سي اللي هو انت شغلك بردها ان شاء الله اذا صرت مقيم. فلويد ازوتونيك فلويد ديميشن بلاد بريشر اند سيربرال برفيوشن. طبعا اهم شيء نعتمد على السيرم صوديوم بالكالكوليشن اوف فلويد بالمنينجاتس. النقطة الثانية المونيتورينج، يعني يوميا من نجي نفحص المريض والتور عليه بردها بالطوارئ انيوير، اول ما نشوف الشارت مالته نراقب دائما ساين اوف انكريز انترافرينال بريشر اللي هنا مثل ما قلنا البوموتينج الكرينال نيرف بالسي الباب اللي يديمة. إذا أكو سيجر زين chart for heart rate blood pressure respiratory rate should be monitored regularly with the frequency of wait to care the setting.
complete neurological examination. وأهم نقطة خاصة دول العقد من 18 month OFC the head circumference should be measured daily in children. ليش؟ لأنه أكو مرات complication تطلع عندنا اللي هي مثلا subdural effusion hydrocephaly. لأن شلون نقدر نتعرف عليهم من يصير increment بالhead circumference. بعدني chart fellow of patient with meningitis. هذا في السلايد شو انه بعد ما كملنا الانتي بايوتيك تقريبا مثل ما قلنا ستريبتوكوك خاص نمونيا 10 الى 14 الى 7 اتش انفلونزا 7 الى 10 شو وقت نقدر نطلع البيشنت ديسشارج تو هوم. مرات البيشنت يلح انه يريد يطلع ما يريد يبقى بالمستشفى فهذا الجدول لازم complete at least 6 day inpatient therapy أقل شيء وبعدين كمل outside. لازم أفبراي for at least 24 hour to 48 hour before initiation of outpatient therapy. No significant neurological dysfunction or focal finding. No seizure activity, clinical stability. sign of response to therapy. نريد نشوف احنا ده نمشي صحيح or لا او لا اكو response للتريتمنت or no. الفيبر للتريجن بالمسكيو دائما the duration of fever is typically 4 to 6 days after initiation of adequate therapy. يعني من كيس عندك meningitis وياها فيفر المفروض اذا التريتمنت مالتنا صحيحه والدايجنوستس مالتنا صحيحه لازم الفيفر ما تطول اكثر من 4 الى 6 ايام وبعدين ديسابير. هذا اول ساين اوف امبروفمنت. مرات لا بيرزيستنس اوف فيفر بيوند 8 دايز مرات تبقى البيشنت هو صحيح من انجاتس بس بقى عنده فيفر. ها شنو معناته؟ معناته ان ادكوت تريتمنت يعني الدوزج مالتنا قليله او الانتي بايوتيك قليله او ديفلوبمنت اوف نوزوكوميال انفكشن يعني هو داخل بمننجاتس ودخل بمستشفى صارت عنده نوزوكوميال انفكشن مثلا نيمونيا يو تي اي ثرومبوفيبايتس بريكارداتس اريثرايتس سبدورال امبايميا مرات دراج فيفر هو الدراج اللي نستخدمه واكثر شيء البانكوماسين والامانوغليكوسايد هو طبعا معظم الدراج يسوون دراج فيفر بس اكثر شيء بالمننجاتس هو نفس البانكوماسين والامانوغليكوسايد او مرات الوقت افتر ديسكونتينويشن اوف ديكساميثازون ترجع الفيفر اللي هي كنا نوقع عليه 48 ساعه من 2 تو 4 دايز الديكساميثازون. اكو another term خاف السمع دائما repeat CSF. احنا مو سوينا اول مره CSF at the time of diagnosis of meningitis يعني اول ما اجى البيشن سوينا له CSF to prove the diagnosis. مرات نعيد ال CSF بس اكو فد indication to repeat CSF analysis. شو وقت ال indication اذا ابور clinical response مثلا طينا تريتمنت وماكو ريسبونس نعيده بريزيستنس او ريكرنت فيفر مثل ما كنا قلنا مو قلنا فيفر يصير بها ديس ابيرس يوجوالي بال 4 تو 6 دايز ورا ال 6 داي ماكو فيفر مدى تروح لازم نعيد السي اس اف. اذا طلع عندنا بالكلتشر جرام نيجاتيف ورا ال 21 يوم مو قلنا 3 ويكس نكمل الانتي بايوتيك لازم after 21 days repeat the CSF analysis والبنيونيت. اكو
اكو another indication. احنا قلنا هسه المنينجاتيس to diagnose case of meningitis لازم sinus symptom CSF analysis. اكو مرات يندز نيورو ايميجينج يندز برين الالتراساوند اور برين سي تي سكان. شو وقت يندز اذا عندنا ذن الانديكيشن فوكال نيورولوجيكال ساين مثلا مثل ما قلنا انكريز هيد سيركمفيرنس سيجر سيل اوف انكريز انتراكرينال بريشر اللي حكيناه نفس القبل القلبي بيرزيستنس بوزيتيف سي اس اف كلتشر ديسبايد ابرويت انتي بايوتيك ثيرابي بيرزيستنت اليفيشن اوف سي اس اف نيتروفيل recurrent meningitis. طبيعي احنا كل ديزيز من الدرسة ندرس الساين والسيمتوم والدياجنوسيس واهم شيء communication of disease in spite of a treatment. البروجنوسيس كلش مهم. اهم communication بالmeningitis هو الديفنس اللي هو 11% وراء mental retardation مرات spasticity paralysis cerebral palsy وسيجر 4%. هذا السؤال تنسألون بي دائما من patient with meningitis شنو الفلو اب مالته او شو سوي the examination after discharge hearing assessment. لأن أهم شيء أهم كوميونيكيشن هو الدفنس بالمنينجاتيس. أكو سلايد شو أنه بور بروجنوستيك فاكتور بالمنينجاتيس يعني من واحد عندنا منينجاتيس وهذا راح يتوقع راح يبقى أكثر يتعرض إلى كوميونيكيشن أكثر. أكو تو ايج جروب واحد أنه يصير عنده منينجاتيس وكومليتلي ريكفرينج بينما واحد نتوقع أنه راح يصير عنده كومبليكيشن أكثر من another patient. شنو ذا البور بروجنوستيك فاكتور؟ إذا البيشنت كان الكالتشر مارته نيموكوكال النيموكوكال مور سيفير مايكرو أورجانيزم. إذا واحد صارت عنده سيجر after 72 hour CSF sugar less than 20 milligram per deciliter delay sterilization of CSF. شنو معناته delay sterilization of CSF؟ احنا عادة من نعطي antibiotic المفروض خلال اول 24 ساعة انه CSF يصير sterilization يعني بعد يصير clearance of microorganism. بس some cases of meningitis مثلا اذا gram negative لا يبقى antibiotic CSF not sterilized more than 24 hours. بعد وحدة من البور بروجنوستيك ساين اوف منينجاتيس. ثانك يو. عندكم سؤال؟